عصف ذهني حقيقي. إذا سئلنا أين يقع مركز القيادة والتحكم الأكثر تطوراً في العالم؟ فإن الجواب لا يخطر ببالنا من الوهلة الأولى، ومع ذلك فإن الإجابة بسيطة جداً، إنه دماغنا الذي نحمله طوال الوقت في رؤوسنا. في الحقيقة إن دماغنا هو عضو معجزة فيه أكثر من 10 مليارات مركز، ولكل مركز 2000 وسطة اتصال. إن الدماغ النشط تمر به حوالي 50,000 فكرة يوميا، الكتابة والتحدث والرؤية والسمع والحساب والرسم، كل أنشطتنا مرتبطة بالدماغ. وكنظام عصبي في الرأس، فإن التنسيق بين جميع أعضائنا والنظام العصبي يتم في الدماغ. وعلى وجه الخصوص يمكن أن تحتوي ذاكرتنا التي تشغل مساحة تعادل حبة الأرز في دماغنا على قدر من المعلومات تعادل 100 موسوعة. ومع ذلك لم يتمكن البشر من صنع ذاكرة الفلاش وبطاقات الذاكرة اليوم إلا من خلال الجمع بين معرفتهم لمئات السنين. إذن من يمتلك ويحتفظ بتقنية التحكم في الأوامر والبرمجيات في دماغنا وذاكرتنا التي تم إنشاؤها وما زال يتم إنشاؤها لآلاف السنين؟ أتساءل لماذا وضع دماغنا في الجزء العلوي من الجسم ولماذا لم يوضع في مكان آخر؟ كما أنه في السفن تكون حجرة القيادة والمقود في الأعلى كي يتمكن القبطان من إدارة السفينة بشكل جيد، كذلك وضع دماغنا في الأعلى كمركز قيادة وتحكم. دعونا نفكر فيما إذا كان من المناسب استخدام مثل هذا الجهاز الخارق المتطور فقط للأكل والشرب وتلبية حاجاتنا المادية.